انتوا طيبين، ربنا يعيد عليكم الايام بخير. اريد ان اتكلم معكم اليوم عن الصليب المقدس اللي احنا كلنا فرحانين بالاحتفال بيه في هذه الليلة المباركة. والقديس بولس الرسول في رسالته لأهل كرونسوس الرسالة الأولى الإصحاح الأول بيقول: فإن كلمة الصليب عند الجاهلين عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. الآية دي بتوضح مدى عمق وقوة الصليب اللي احنا في كل حاجة احنا بنستعمله. الواحد لما يخاف يرشم الصليب، الواحد لما نيجي داخل الكنيسة بيرشم الصليب، في أسرار الكنيسة كلها احنا بنرشم الصليب ورشوماتنا على اي شيء، ان كان على المية او ان كان على الزيت او ان كان عن في التقديس القرابين او تقديس حتى الزوجين، فكل ده احنا بنستعمل ايه؟ علامة الصليب. فمهم نعرف بعض الكلمات اللي بتهم حياتنا الروحية عشان نقدر نستفيد من قوة الصليب في حياتنا. عاوز اطرح سؤال: لماذا يا رب الصليب؟ ما كان ممكن يكون في طرق اخرى، اخترت الصليب ليه؟ اخترت انك تكون متعلق بين السماء والارض ليه؟ اخترت قساوة الموت بالصليب. موت الصليب ده كان فيه قساوة شديدة مش سهلة، يعني انسان يكون معلق لفترة طويلة ده صعب عليه من ناحية نفسية ومن ناحية جسدية، ده شيء مش سهل. لماذا اخترت يا رب الصليب؟ اول حاجة في الصليب، المسيح صار هو الكاهن والذبيحة في نفس الوقت. لو خدتوا بالكم ابونا لما يجي يصلي لازم بيكون رافع ايده دايما في هيئة صليب يقدم. فالمسيح على الصليب قدم ذبيحة نفسه، قدم ذاته فداء عنا. طب قدم لمين؟ للآب. قدم ايه؟ ذاته. وفي الصليب ايضا كان هو الذبيحة المقدمة. ايضا الصليب صار فيه المسيح الميت القائم. في سفر الرؤيا يقول ايه؟ ورأيت خروف قائم، رأيت خروف قائم كأنه ايه؟ مذبوح. فهنا في الصليب نرى هذا المنظر الجميل. وايضا بالصليب صالح السمائيين مع الارضيين. راس الصليب كانت فين؟ في السماء. واخر الصليب كان فين؟ في الارض. صالح السمائيين مع الارضيين. زمان حينما طرد ادم اغلق الفردوس وايضا وضع ملاك يحرس شجرة الحياة، مش كده؟ في الصليب انشق حجاب الهيكل، وهنا معناته ازال العداوة او المخاصمة، وهنا صالح السمائيين مع الارضيين. ايضا بنجد في الصليب تمت النبوات اللي ذكرت في اماكن كثيرة، زي سفر المزامير لما قال داود النبي: سقبوا يدي ورجلي وعلى لباسي ألقوا ايه؟ قرعة. اكيد داود ما كانش بيتكلم على نفسه، لانه احنا ما سمعناش انه داود اتسقبت ايديه ولا رجليه. وايضا بالصليب ملك الله على خشبة، زي ما قال المزمور
الرب ملك على ايه؟ خشبة. مزمور 96. ملك يعني ايه على خشبة؟ هو ربنا هيملك على خشبة عادية؟ هو الخالق يملك على خشبة؟ هنا بيتكلم على الصليب صار عرشا لله. فاحنا عندنا الصليب ده شيء مش سهل. الصليب ده ليه معاني مهمة، عشان كده رب المجد اختار ان يصلب فيه. في حتة بصراحة جميلة يتأمل فيها بعض الآباء، يقول لك اختار الله الصليب لأن الصليب يعلق في الهواء. يعني لما كان القاعدة بتاعت الصليب في الأرض، الباقي قاعد فين؟ في الهواء. والكتاب المقدس يقول على أنه الشيطان رئيس سلطان إيه؟ سلطان الهواء. هنا المسيح عايز يعلن بأنه هزم الشيطان في عقر داره. الشيطان اللي جي وغوى آدم وحواء وأسقطهم، المسيح راح لغاية بيته، لغاية مكانه، لحد مكان سلطانه، وهزمه في هذا المكان. عشان كده بالصليب أعطانا سلطان أن ندوس الحياة والعقارب. وإحنا بنخاف لغاية النهاردة من الشيطان ومن الأفكار ومن حاجات كتيرة، وإحنا في إيدنا في قوة. إحنا جسمنا على هيئة صليب، إحنا بنحمل القوة جوانا. عارفين الكنيسة دايما تعلمنا إحنا مش بننتظر إنه المشكلة هي اللي تجينا، احنا نروح لحد عندها بالصليب ونكسر القيود. عشان كده الكتاب لما يقول ابواب الجحيم، يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه ابواب الجحيم لن تقوى عليها؟ بتكلم على الكنيسة. الكنيسة توصل لحد الجحيم بنفسها، لحد التجربة، لحد المرار، لحد ضيعان اولادها، وتكسر الأبواب وتحرر أبنائها من الجحيم، جحيم الخطية. هو ده منهج المسيح، ذهب وانتصر على الشيطان في عقر إيه؟ عقر داره. أيضا بالصليب رفع اللعنة، ودي نقطة مهمة بصراحة أنا خليتها في الآخر أو في الأواخر كده عشان أتكلم فيها حتتين. زمان كان في سفر التثنية بيقول على الإنسان اللي بيغلط أو بيخطئ ويحكم عليه بحكم موت أو قتل بيعلق على خشبة، ويقول ملعون كل من علق على خشبة. فكان في لعنة. خلوا بالكم يا جماعة، الله حينما أخطأ الإنسان، لما حب يعاقب الإنسان أو حب يأدبه، لم يلعن الإنسان. ربنا لعن الأرض ولعن الحية، لكن ما قالش لآدم ملعون أنت يا آدم، لعن إيه؟ الأرض. قال له ملعون الأرض بسببك، شوكا وحسكا تنبت إيه؟ لك. هي دي شكل اللعنة. أنت هتفضل تعبان بعرق جبينك تأكل خبزك، الأرض مش هتديك قوتها، هتشجى، هتنبت شوك. المسيح على الصليب عمل إيه؟ رفع هذه اللعنة. أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له. الذي لنا كانت اللعنة، وهو يرفع عنا هذه اللعنة ويعطينا المجد. عملت ايه تاني يا رب في اللعنة بتاعت الارض وعلى الصليب؟ اتضفر للسيد المسيح اكليل شوك، مش كده؟ والشوك ده كان علامة ايه؟ نتاج الارض، ودي من النتائج بتاعت اللعنة. ملعون الارض بسببك، شوكا وحسكا تنبت ايه؟ تنبت لك. دي النتيجة. يجي المسيح يقول لك ارفع عنك اللعنة على الصليب
واشيل النتائج دي اللي جامت في مرة جرحتك وطعنتك وألمتك واحطها فين؟ على راسي. اشيل اللي بيتعبك واحطه على راسي وانا معلق في الصليب، عشان احول لك الشوك الى مجد، احول لك اللعنة الى قوة وبركة بالصليب. صليب السيد المسيح هو القوة لكل انسان مؤمن. ايضا في الصليب نجد عقيدة التجسد والفداء. احنا بنقول ايه؟ باسم الاب. الله الاب اراد ان يخلص الانسان، فخلص الانسان بالابن. الابن نزل فين؟ في بطن العذراء وتجسد، ولما نتجسد عاش في عالمنا وفي ارضنا وشابهنا في كل شيء ما عدا الخطية وحدها، وعمل معجزات وعلم، وفي النهاية قدم ايه؟ ذاته ذبيحة على الصليب وقام ومات وقام في اليوم الثالث. ده كله احنا حاضرينه فين؟ او البشرية حاضرة فين؟ في الارض. بعد كده نيجي نحط ايدنا على قلبنا هنا من ناحية الشمال. احنا الكنيسة الارثوذكسية بنحط في الشمال، بعد كده نمشي فين؟ نمشي في اليمين. في كنائس بتمشي العكس، بس مش مشكلة، كل واحد عنده ايه رمزيته. بس احنا بنحط في الشمال، وهنا عمل الروح القدس الذي يملأ قلوبنا. عمل الروح القدس الذي يأخذ من الفداء، من التجسد، اخذ الذي لنا، الروح القدس الذي يأخذ مما لي ويعطيكم، يأخذ استحقاقات الفداء، يملأنا من النعمة وينقلنا من الشمال إلى إيه؟ إلى اليمين. الثالوث، الآب والابن والروح القدس، عمل الثالوث. ونيجي في الآخر نختم إيه؟ لأنه إحنا مش مشركين، إحنا مش بنعبد تلاتة، بنختم الإله الواحد. أمين. إعلان لعقيدة الصليب. أيضا خلوا بالكم في حتة صغيرة عايز أنبهكم عليها، خاصة أنتوا بتعلموا أولادكم الصغيرين إن هم يرشموا الصليب من هم صغيرين خالص. تيتا في البيت تقول له، أو ماما وبابا، الطفل لما أنت ترشم له باليمين هو يرشم ايه؟ بالشمال. وانت تقولي له يا بنزل ايدك باليمين، انت بتفهمش. وانت ترشمي باليمين وهو يرفع ايده الشمال ايه؟ ويرشم. وانت تقولي له لا دي الوحشة. احنا ما عندناش وحشة طبعا، ولا مش وحشة، احنا كلنا مدهونين ميرون، بس احنا بنعلمه انه اليمين هو القوة. طب انا احل الموضوع ازاي؟ ارشم انت، او انت ارشم بالشمال للطفل، هتلقاه هو رشم ايه؟ باليمين. لانه انت دلوقتي في السن ده اي حاجة بشوفها زي المراية. فاحنا بنعلم اولادنا القوة، كيف يستمد قوتهم من الصليب. الصليب ايضا يقول في بعض الاباء تأملات حلوة، يقول انه لما نحط ايدنا فوق هنا نشير الى الاب الذي لا يرى، فوق العقل بتاعنا، عشان كده بنحط فوق خالص كده. ولما نيجي ننزل تحت نشير الى الابن اللي هو نزل في بطن العذراء وتجسد. ولما نيجي نحط ايدنا على قلبنا نشير لعمل الروح القدس في قلوبنا، اللي هو من خلاله نستطيع ان نسكن السماء. وبعمل الروح القدس ننتقل الى الابدية وملكوت السماوات، اللي هو يشير الى الناحية اليمين. رشم الصليب فيه حاجات كتيرة حلوة. وايضا من التأملات الحلوة عن رشم الصليب، احد الاباء بيقول انه الصليب قانون ايمان. الصليب قانون ايمان.
احنا بنقول بالحقيقة نؤمن بإله. تعالوا نفصل الإله الواحد. الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض. بعد كده نيجي في إن؟ والرب الابن يسوع الوحيد، يسوع المسيح ابن الله الوحيد، والروح القدس منبثق من الآب. بعد كده نقول قيامة الأموات اللي هي الحياة الأبدية اللي احنا كلنا منتظرينها. آخر حتة، الصليب هو علامة مهمة مش إشارات احنا بنعملها. عشان كده الكنيسة بتعلمنا نرشم الصليب بشويش، بلاش كده، لا، اشعر بمعناه، افهم قوته. علامة تقاوم. والكلام ده جاله مين؟ سمعان الشيخ للست العذراء. قال ايه الست العذراء؟ قالها يجوز في نفسك ايه؟ سيف، وان هذا وضع للسقوط وقيام كثيرين ولعلامة تقاوم. ايه هي العلامة؟ الصليب. اتخيلوا معايا يا جماعة، كان اسهل على الرسل يطلعوا يبشروا بان المسيح قام والمسيح اعطانا حياة، ولا يطلعوا يبشروا بالمسيح واياه ايه؟ مصلوبا. الاسهل ايه كان؟ يجيبوا سيرة الصليب ولا يخفوها؟ الاسهل يخفوها، لانه مفيش حد بسهولة يصدق ان هو مات. اله يموت والى الان هذا الفكر، كيف يموت الاله؟ بس احنا عارفين، احنا فاهمين يعني ايه مات لاجلنا، احنا فاهمين يعني ايه مات ليعطينا حياة. مات وقام، بعد الموت كان في قيامة ذاتية. مش مات وبس، لا، ما خلصتش الحدوتة لحدت هنا، مات وقام وأعطانا حياة. أيضا نجد داود النبي تنبأ عن هذه العلامة في المزمور ويقول أعطيت الذين يتقونك علامة. هتسمعوا المزمور ده بكرة في إنجيل باكر. أعطيت الذين يتقونك علامة. والحتة دي بتتكرر كتير خالص في تسبيحة الجمعة، يلحنوها في التسبحة ويكرروها، وأعطيت الذين يتقونك علامة. وأيضا السيد المسيح نفسه تكلم عن هذه العلامة بأنها أحد علامات المجيء الثاني. لما قال نجوم السماوات تتساقط والشمس تظلم وتظهر علامة ابن الإنسان في السماء، كل هيشوفها، الكل، علامة ابن الإنسان. الآن يا رب ونحن في عمق هذه العلامة، احنا مؤمنين، كيف تستمد قوتك من الصليب؟ وكيف تؤمن بالصليب؟ هل هو بالنسبة لك قوة الله؟ هل هو بالنسبة ليك حياة؟ هل هو بالنسبة ليك سلطان أعطاه لك الله أن تدوس من خلاله الحياة والعقارب؟ هل هو عقيدة؟ هل هو نصرة؟ الشيطان يخاف ليه من الصليب؟ لأن السلاح الذي يهزمه ولا يقدر أن يقف أمامه. الصليب هو عرش الله. الصليب بالنسبة لنا حاجة كبيرة خالص في المسيحية. الله يعطينا أن نتمتع كحكماء ونتمتع كمتعلمين من الله بقوة الصليب. لإلهنا كل المجد الدائم أبديا أمين. كل سنة وانتم طيبين. أمين. الليلويا زكسة بطريك يونك يا جيوب نيف ماتي كنين كايك سوسيون أستونيون
بنوشي فولينغوي مزجي وبنشوي سيسوس بيقري سوس في طبعا شوي بالصبر وسكي خمخي مبسطانا.